أنا كتلت من بين الغربة من نشرت في القرى آخر كتلت من بين الغربة وانا كنت دخل سواد وما نجال فوق أربعة وبك زاور الشاخ والخايد وحبلك من القبر توربة وكل شاب شرع القبائل وكل مساء على محم أربعة وكل يعلم بلاده وسربة وفاوع الود مجنون ويصفر راسه توربة ويصفر مصمع بعد الغرب وبي محمد عمر بح ومحداد يا بلاد يدو أنا جواك شبدع خبر بح وقل لكم بي وخبال ولا دمع دمع بلاده وسربة وقل لكم لك ألف قول ومطلوه صحيح راسه توربة قل لكم الكرت حبه وتهواه ما يطرف ولا خبر بح وأمن حبه بتولئه بح قل لك لما تأمر بحبه دي أنا بح تذكر بح ونقبض على فطن أهلي خلف مؤسم بحية وأنا المحدة بسلبة سلبة يوم هديت ايدي سوا سلم المصري وهبيت انا سلم الحلبة الأعزاء الأصدقاء تحياتي وتقديري يحييكم حميد العقبي من باريس أتمنى لكم إن شاء الله أيام وليالي سعيدة وأن تذهب ليالي الحزن وليالي الموت وأيام الموت وصباحات الموت ومساءات الموت وأن يعيد الله السلام والأمان إلى هذا الكون وإلى بلادنا عامة. أعود بكم في هذا الفيديو إلى سود المعمى. سود المعمى أو سود الأعمى هذا الشاعر الذي هو من مدينة القناوس، والحقيقة أن هذا الشاعر وأنا توقفت ووجدت كثير من المنشورات في عدد من القنوات التي تنشر حقيقة، وأشكر واحد اسمه المعزبي ومجموعة قبائل تهامة وكذا، وحتى الأستاذ علوان الجيلاني كان قد عمل معه مقال، وكان لدى علوان الجيلاني حقيقة كان لديه يعني قناة مفعلة وجيدة ومتابعة جدا بشكل كبير جدا، ولكن عندما دخلت على القناة هذه يبدو من 7 سنوات لم يتم التحديث. الأستاذ علوان الجيلاني رغم أنه يعني كان لديه مستقبل جيد وبديع في الأبحاث التهامية والشعر التهامي، وخاصة أن علوان الجيلاني جمع حقيقة ووثق، وأيضا يعني كان بمعية بعض الأصدقاء، حصل على وثائق من أصدقاء كثيرين، وأعتقد أن من ضمنهم الأستاذ عبد الله خادم العمري. كان علوان الجيلاني دائما ما يأتي إلى بيت الفقيه أو في بيت عبد الله خادم العمري الباحث التهامي الله يرحمه، فكان علوان الجيلاني دائما ما يأخذ من إرشيف عبد الله خادم، لأن عبد الله خادم أيضا الباحث التهامي عبد الله خادم الباحث الراحل حقيقة أنه يعني اشتغل اشتغال كثير ولديه إرشيف ضخم جدا، لا ندري بالضبط مصير هذا الإرشيف بعد أن مات. وللأسف الأستاذ عبد الله خادم أيضا، يعني مشكلة الباحثين التهاميين أن عبد الله خادم العمري رحمه الله في السنوات الأخيرة ذهب لعملية تنقيح الأبحاث الدينية والكتب الدينية وعن الشخصيات الدينية التهامية، فكان يعني ربما يعني أنا كنت دائما ما أقول له ظل كموثق وظل كحافظ للتراث التهامي، اعمل دواوين لهؤلاء الشعراء وهذا الإرشيف الضخم جدا يعني، لكن للأسف الشديد ربما في النواحي أو نهاية حياة الأستاذ عبد الله خادم اتجه إلى عديد من حتى دخل في المواريث ودخل في التاريخ ودخل في كذا، ففقدنا حقيقة فقدنا هذا الإرشيف الضخم جدا. الآن مجموعة كبيرة جدا تنشر يعني قصائد سود الأعمى أو سود المعمى، والحقيقة يعني هناك نمطين، أنا شاهدت نمطين. النمط الأول هو ذلك النمط الذي يكون مع قرع الطبل، يعني يكون هو والطبال، ونحن هنا في هذا المشهد سنجد أن نحن مع مشهدية جميلة جدا، لا نرى بالضبط الأداء التفاعلي والمشهد الانفعالي ولكننا نشعر به من خلال التسجيل، يعني نجد أن الطبال هنا ليس مجرد طبال بمعنى أنه الصوت خلفية، يعني بعض الناس الآن يعملون مثلا الشعر التهامي أو الشعر العربي أو حتى الشعر قصيدة النثر أو كذا، ويكون هناك خلفية أو بروجراوند بالموسيقى، ولكن هنا الطبل مع قصائد أسود المعمى أو أسود الأعمى حقيقة إنها يعني جزئية، يعني هي جزئية من الأداء والجزئية من القصيدة تصبح والجزئية، وتتحول القصيدة هنا من قصيدة ملقاة إلى قصيدة غنائية، هنا مشهد مسرحي انفعالي
يعني متميز جدا، لا توجد تقريبا، لم أجد إلى الآن فيديو ولو فيديو واحد يوثق مثلا كيف كان هذا، لأننا نشعر، أنا كمخرج مسرحي وسينمائي أشعر أن ثمة علاقة بين الطبال، لأن الطبال يقول له ها، فبم أسود الأعمى يردد، يعطي انفعال، يعطي كذا، فيعطيك يعني ليس فقط الكلمة وليست فقط العبارة وليست فقط الصورة، يعطيك أداء أيضا. هناك قصائد أخرى يلقيها لا يوجد طبل، ولكن نجد أن هناك ولو واحد من الحضور، وهنا أنا أتصور أنه يلقيها في عرس، أو يلقيها وهم في مكان مقيل، أو يلقيها مع مجموعة وهم يشربون القهوة، ففي بعضهم أيضا يقول لهم أو يقول له يعني يؤكد على كلمة أو كذا. أذهب بكم إذن إلى هذه القصيدة، وطبعا الاشتغال بالنسبة، أنا أنصح أصدقائي وأحبتي الذين يشتغلون في التراث التعني، يا علوان الجيلاني أنت دخلت في، ذهبت إلى إبراهيم الحضرمي ودخلت إلى شعر الأصدقاء والشعراء في المرتفعات، يا أخي أنت كان في تهامة يعني كانت محتاجة إليك، يعني حتى لو أن لدينا ملاحظات أو بعض الملاحظات على بعض أبحاثك أو بعض مثلا مقولاتك أو كذا، لكنك تظل كنت يعني بصراحة إنك تفعل شيئا جيدا للتراث التهامي. ربما يعود الأستاذ علوان الجيلاني وغير الأستاذ علوان الجيلاني، لدينا كثير من الأصدقاء في زبيد، ولدينا أصدقاء كثير أيضا يعني لديهم. إذا أذهب بكم إلى هذه القصيدة. القصيدة هذه أعجبتني طبعا، يعني في الوسط موجود في اشتغال على، ربما هي مسألة ربما شخصية بينه وبين شخص، أحيانا الشعر التهاني يمزجون. نحن مع قصيدة حقيقة غزلية، أو أنتم سمعتموها، أنا جعلتها في بداية الفيديو، أنا قتلت من بين غربة، أنا قتلوني، أو أنا مقتول، أنا يعني ضحية، ضحية في هذه الغربة أو في هذه الغربة، ورغم أن الشاعر هنا لم يغترب، ولكن هنا غربة يشعر العاشق، يشعر الشاعر أنه غربة عندما يفقد حبيبته، أو عندما يفقد، أو عندما لا يكون الهوى في هواه، يعني عندما لا يكون الهوى في هواه، أنت محب وأنت كذا، وأحيانا الهوى لا يكون في هواك، أو الحبيبة لا تكون معك، أو العشيقة تعطيك. من نشرتي في القريات طبعا، دائما سود المعمى أو سود الأعمى دائما هو من نشرتي في القريات، هو يتحدث عن مغامراته الشخصية، عن مغامرات وحبيباته والذين يعشقهم والذين يعجب بهم من القرويات، والقرويات السود خاصة، والقرويات هنا السود هو لا يتحدث أو هو لا يبحث عن مثلا البنات الأخدام، هنا يبحث، هناك عربيات، ولكن يعجبه اللون الأسود، يعجبه الفتاة السمراء، الفتاة وتهامة فيها كثير من السمراوات، يعني سمراوات ما بين البياض وما بين السواد، يعني ولكن هو هناك سواد، يعني كما نقول هنا، يعني هنا مثلا يعني هناك سواد مثل لوني، وربما يكون أكثر غموضا، قمحي يسمى أو دخني. يقول نا قتلت من بين غربة ونا لقيت دخنو سواده، دخنو سواده، هذا الدخن اللي هو حبوب الدخن سواده منجوله فوق التربة. لكن المشكلة الكبيرة اللي هنا يتحدث، يقول أن هذه الجميلات أو أن هذه القرويات أو أن أحيانا بعض الجميلة التي تغنى بها يعني أشبه بالدخن المنجول أو الذي تم تصفيته ووضع على التربة، التربة يعني التراب، التراب الدقيق جدا، التراب حتى يعني هنا ما قال مثلا رمل، لماذا لم يقل رمل؟ لأن هناك أو لم يقل طين، الطين برضه يتماسك أو برضه يعني يكون متماسك، ولكن هنا التربة إحنا نسميها أو وربة، الوربة إحنا نسميها مثلا في تهامة ذلك الرمل، عندما أنت تمشي السيارة لا تستطيع أن تسير في هذا الطريق، ونسميها طريق وربة، طريق وعرة، طريق رغم أنها ترابية لكنها وعرة، يعني التراب هذا لا يمسك شيء، التراب هذا يجعلك تغوص في الداخل، التراب هذا يعني الجمل أو القدم عندما تغوص فتغوص في الداخل، لا يستطيع أن يمسكك، لا يساعدك على السير. بعد ذلك يقول أبوك زور الشيخ بلغيث وهب لك من قبر التربة، يعني شوف هون هنالك كانت وربة، هنا التربة، التربة يعني إلها طعم وإلها رائحة وإلها مذاق وإلها يعني إلها رائحة، تربة، تربة الأرض، الأرض يعني التربة. فإحنا طبعا في المقامات الموجودة في تهامة المنتشرة على تهامة، وأتذكر كنت صغير كنا نذهب ونأخذ التربة من
مقام او من ضريح الشيخ احمد بن موسى عجيل او مقام عبد القادر الجيلاني ونتبرك بهذه التربه. تربه يكون تراب رائحته جميله، لانه هو هذا التراب اساسا ممزوج بماذا؟ ممزوج بالرياحين وممزوج بالاعشاب العطره، فلذلك رائحته جميله، رائحته بديعه. واحنا هذه التربه نقوم نضعها على اجسادنا. هذه التربه ممكن حتى ان بعض الناس يسكونها عندما يكونون مثلا او عندما يكونون مصابين ببعض الامراض. وكنا نمشي بشرع القبائل، وكنا نمشي على ما امر به. هون يقول ان هناك في قانون، هذا الشاعر او الانسان المتحرر او هذا الشاعر الذي لديه الكثير من الامال ولديه الكثير من التحرر لا يستطيع ان يمشي في هذا الكون، لان هنالك قبائل او هنالك عشائر، هنالك قوانين تحكم هذه المناطق. وهذا شرع، يعني كل قبيلة كل قرية لها شرعها، لها عاداتها لها تقاليدها. وكن مشى على ما أبر به. فأنت عندما تكون في بلد فأنت محكوما، أنت محكوم عليك ومحكوم بهذه الشرائع، بهذه، يعني هون سنجد كأن استقراء أيضا للواقع الثقافي، للواقع السياسي، للواقع الاجتماعي، ولو في ومضة، لكن المحلل الاجتماعي الأنثروبولوجي يستطيع من خلال هذا البيت فقط الذي يقول وكونوا مشى بشرع القبائل وكونوا مشى على ما أمر به. يعني هون سنجد أنك أنت محكوم أيها الشاعر أو الإنسان أو العامل أو الغريب، حتى إذا كان في منطقة، وهو إذا كان الشاعر يتجول من منطقة إلى أخرى، فأنت من محكوم بقانون ومحكوم بمنطق ومحكوم بحدود، فعليك أن تمشي على هذا الشرع وعلى هذه الحدود. كل بلاد وسربها، وكل بلاد كل بلاد لها سرب، لها قانون مختلف. هون يعني حتى كل قرية، طبعا بلاد هون لا يعني مثلا البلاد الضخمة، هون القرية الصغيرة أحيانا تسمى بلاد، بلاد بني فلان، بلاد بني فلان، ولو أنها قرية من عشرات البيوت أو من 20 بيت، لها يعني خصوصية معينة، وخاصة في تهامة، يعني خاصة في اليمن. يعني تجد، أنا كنت يعني مثلا ما بين بيت الفقيه إلى 10 أو 5 كيلومتر توجد قرية، فهناك عالم مختلف حقيقة، وعادات مختلفة وتقاليد مختلفة تماما، وخصوصية لهذه القرية. إذا لكل بلاد يعني لها سربها، لها السرب هون يعني لها قانونها الخاص. ومطاوع الود مجنون، هون يرجع يعيد أو يدخل هنا في مجانب الغزل. مطاوع الود، الود اللي هو الحب مجنون، كيف أنت تطاوع الود؟ يصفر رأسه، يدربه، يصفر رأسه كأنه أنت هنا، كأنه يقول يحلق رأسه يدور به، يعني هذا الحب أو هذا الود قد يؤدي بك إلى هذا الجنون. والزمان ما سمع بين المغرب وبيا محمد أمربا ومحدادية، يعني هون كأنه دخل في أسماء حقيقة لا أعرف بالضبط، المغرب وعمر محمد من يقصد، ولكن بعد ذلك يقول أنا اللي عجبنا أيضا بعد ذلك ومحدادية ها بلاد عدوة. الحدادية يعني هنا يقصد مدينة الحديدة، يعني مدينة حضرية، مدينة إلها كذا، يعني الشاعر لا يستطيع أن يجد نفسه في هذه المدينة الحضرية، هو يحب القرى، يحب القرويات، يحب الكذا. أنا هناك شبدأ خبر به، يعني أنا هناك شبدأ، يعني ولكن أنا هناك يعني ليس يعني بمعنى أنه هنا. وبعدين يقول بن خبال والذي معه جمعه بلاده وسره، ولا قال قوله يمضيه صحيح رأسه يدربه. هنا يتحدث ما أدري بالضبط من هم بن خبال، ولكن بعد ذلك ما عجبني حقيقة الجزء الثاني، الجزء الثاني أيضا. وفي الجزء الأول، الجزء الأول إحنا نجد هون مثلا يعني في بداية القصيدة، أنا قتلت من بين غربة من نشبتي في القريات، أنا قتلت من بين غربة وما لقيت دخنه، وما لقيت دخنه أنا وجدت، وما لقيت دخنه سواد منجول فوق وربة، أبوك زور الشيخ بالغيث وهب لك من قبر التربة، وكون مشي بشرع القبائل وكون مشي على ما أمر. يعني هاي فيها هنا. وبعد ذلك هناك أيضا بيت ملفت للانتباه جدا، اللي هو يقول ومطاوع الود مجنون يصفر رأسه يضربه. نأتي إلى الجزء الثاني واللي فيه إدهاش، إدهاش جميل جدا ورائع. من كانت تحبه وتهواه ما بطرف ولا خبر به، وما لي حبه متولؤه
متولعوا به لما تعبناه بحبه، من كانت تحبه وتهواه، أنت تحب هذه الإنسانة أو هذه المرأة أو تحب شخص أو تحب كذا، يعني ما بطرف ولا خبر به، يعني لا يطرف إليك، لا يتطرف. هنا الطرف أعتقد أنه يتطرف إليك، يتقرب إليك، يعني بطرف أو أنه يرميك بطرف عينه ولا خبر به، يعني لا خبر به هنا، وكأنه ليس، لا يعطيك الأهمية. أنا أفهمها هيك، أفهم الصورة بأنه هنا لا يعطيك الأهمية بالنسبة للأصدقاء والأحبة العرب الذين يتابعون هذه السلسلة. أنا أعتقد هنا يتحدث ويقول هنا لا خبر به، يعني هو لا يعطيك خبرا يقينا، لا يعطيك ردا أنيقا واضحا، بحيث أنه هو يعني أيضا مراوغ، هذه العشيقة مراوغة. طبعا هنا دائما ما نقول إن الغزل التهامي والشعر التهامي يستخدم المذكر في وصف الأنثى، يعني هنا لسنا نحن هنا مع شخص يقوم مثلا بالمدح أو بتغزل بغلمان، هنا يقول هنا هو الأنثى، أنثى يعني امرأة، فتاة، يعني لا يوجد أبدا في تهامة يعني التغزل مثلا، يعني لسنا هنا مع نواسيات، كل الشعر تقريبا أم غزة أم ريح أم نسيم أم كذا، كله يعني يكون أو يكون وصف الأنثى بهذه الصفات الذكورية. وأما اللي حبه متولع به لما تعبنا حبه، يعني أنا أحبه متولع في يعني نار جهنم بداخلي فيك، لما تعبنا بحبه، يعني خلاص أنا أتعب بحبه ودائما ما أتعب بحبه، يعني هبه كيف أقول به، أين أضعك، كيف أقول بك، ماذا أصنع بك، ماذا أصنع من أجلك، ماذا أصنع لكي أرضيك، ماذا أصنع لكي أحافظ عليك، ماذا أصنع لكي يظل هذا الود، يكون الحب ليتطور، هذا العشق لكذا كذا، لا غمض ولا أغمض عليه بطن عيني، سوف أغمض عليه بطن عيني. هو يعني حقيقة صورة مدهشة ورائعة جدا، ولا أغمض عليه بطن عيني خايف عيوني تسلبه، أنا بغمض عليه بطن عيني، يعني جعل من العين لها بطن، وسيغمض عليها، سيغلق عليه، أريد أن أحافظ عليك بحيث لا أحد يراك، ولا ولكن المشكلة خايف عيوني، خايف عيوني تسلب، أخاف أن عيوني تصاب بالدم أو بالرمل، أو لأن في هناك أيضا للوربة أو بالريح أو بالدم أو الحزن، فأبكي أو تدمع عيني فتسلبه، فدم محبة فسلبه، أنا مهابيوك في يدي، يعني بعد المحبة فسلبه، يعني بعد المحبة، أنا بعد أن أحببتك أنت تفسل بي، أنت تسهل في، أنت تتخلى عنه، أنت يعني هون عتاب، هون يعني عتاب، وهون يعني الحبيبة أنت إزاي، أنا أحبك وأنا كذا وأنا أريد أن أضعك في عيني وأخاف عليك حتى من أنك تتسربين من عيناي وهيك، وبعدين بعد المحبة، بعد هذه المحبة وبعد هذا الود، يعني بمعنى كيف أنك تتخلين عني، أو تفسر، يعني يكون هناك تساهل منك بي، إذا ذهب هذا الود لا يعطيك، أو لا يكون هنالك يعني التبادل في هذا الشوق، في هذا الحنين، في هذا العشق، في هذا الولاء الكبير جدا. أنا مهابيك في يدي، أنا أضعك في يدي، سوى سمن مسنى، يعني أنا جاعلك هذا السمن الأصلي البديع العميق الأصلي جدا، والذي مضى عليه السنين، وطبعا السمن المسنى، العسل المسنى، هذه الانواع المسنه يعني مضى عليها اكثر من سنه، مثل السمن المعتق، مثل النبيذ هون في اوروبا، النبيذ المعتق، النبيذ المعتق له قيمه، العسل التهامي او العسل في بلداننا خاصه في اليمن، اذا كان مضى عليه سنه او سنتين فيكون له، كلما زاد يعني وحفظ اكثر كلما زادت قيمته، حتى زيت السمسم، حتى انواع بعض الزيوت والسمن يصبح له قيمه اكبر. أنا مهابيك في يدي سوى سمن مسنى وهبيتنا سمن علبة، أنت وضعتينا أو أنت جعلتينا سمن علبة، هذا السمن الصناعي الذي يعني دخل في بعض في يعني في السنوات الأخيرة مصانع السمن الصناعي اللي هي من الشحوم، واللي هي ليست أصلية وليست نباتية وليس كذا، يعني إزاي أنا أضعك هذا السمن الأصلي وأجعلك السمن وأحافظ عليك وأريد أن أجعلك سنين في يدي وفي قلبي وفي عيني، وأنت تجعلني مجرد
سمن علبة من هذه الأنواع من السمن الزبدة يعني، أو السمن التي يعني هي أساسا صناعية، هي أساسا من مواد لا ندري بالضبط من وين، لا تدري بالضبط هذا السمن المعلب الذي يأتون به يعني ما هي بالضبط المواد الموجودة فيه، لا تعرف بالضبط يعني، هي مواد يعني مر يعني كلها صناعية وكلها مركبة وكلها معادة وكلها مكررة وكذا، فلا توجد لها قيمة غذائية ولا توجد لها حتى نكهة، لا توجد لها رائحة. إذا هون يعني والخلاصة، وبدي أنا لا أطيل عليكم ودائما أحاول أن لا أطيل عليكم، ولكن الحديث حقيقة على سود المعمى سنجد هذه الصور اللي فيها نوع من المشهدية، للصور فيها إبداع، فيها يعني تفتح الذهن أو تجعلك أنت وأنت تتأمل الصورة يعني. وكل بيت او في بعض الابيات يعني ثلاثه اربع يعني كتل او خمس كتل يعني تصبح وتسري مصر المثل يعني. فيجيك واحد يقول لك والله انا مهابيوك سمن مسنى وانت عاملنا سمن علبه يعني. كثير من هذه الابيات، هذه الابداع وهذه العبقريه اللغويه التي يعني هو لا هو يبتكر عبقري يعني لغته الخاصه، يبتكر أدواتها الخاصة، عباراتها الخاصة، أمثالها الخاصة، فتصبح هذه الأبيات أو تصبح بعض هذه العبارات مجرى المثل، تصبح مثلا يعني ليس فقط محدودا على أبناء القناوس أو على أبناء شمال التهامة، ولكن تصبح سارية المفعول يعني في التهامة بشكل عام. إذا هذه عبقرية حقيقة سود المعمى، يتميز بهذه العبقرية البديعة، بهذه الأناقة الرائعة، وهذا التألق، وهذه الصور المتدفقة، وهذه الحقيقة. وحتى لديه أيضا يعني بعض القصائد وكذا، قصائد قصيرة على فكرة وبديعة جدا، تستطيع أنت أن تسمعها مرة ومرتين ولا تملها. إذا كنت معكم أعزائي أصدقائي مع الشاعر الشعبي، وهو مؤدي بشكل رائع جدا، بنمط مسرحي، بأسلوب مسرحي، بانفعالات حتى في القصائد التي يلقيها، وهناك حتى عشرات يقلدونه ويقلدون، ومكتوب في فيديوهات كثيرة فلان فلان يقلد أسود المعمى، فلان فلان يقلد أداء أسود المعمى، لأن لديه أداء حقيقة مختلف وفيه جودة. يعني أنا من جنوب تهامة، أو أنا من يمن، وأفهم يعني هذا يعني الشعر، طبعا اعتقد انه يدخل في اطار او في نطاق الشعر الشامي، اللي هو الشامي اللي هو باعتبار انه الشعر الذي هو شامي يعني معنى الشمال التهامه. تابعوني، كنت معكم حميد العقبي، ارحب بملاحظاتكم، وفي الحقيقه اود ان اشكر يعني كل الاصدقاء الذين يبثون حقيقة يعني مثل عمر المعزبي وغيره، يبثون حلقات ويبثون فيديوهات. صحيح أن بعضهم حقيقة لا يعطون، أو حقيقة بعضهم لا يحدثون، أو بعضهم أحيانا يملون، أو بعضهم أحيانا يفقدون ربما الإنترنت، أو يفقدون الرغبة، أو تكون لديه موهبة وبعد ذلك في جمع التراث ولكن أقول للشباب اجمعوا التراث، صوروا التراث، بثوا هذا التراث. ونقول للباحثين الأصدقاء لا تتكاسلوا أبدا، إذا كان لديكم موهبة في التحليل يعني لا ليس المفروض أن نحلل كلنا الأوزان والتقاليد والنمط الموسيقي وكذا، ولكن يمكنك أنت أن تحلل وتأخذ الجانب الاجتماعي، أنت تأخذ الجانب العاطفي، تأخذ الصورة، أنا مثلا أخذ الصورة يعني باعتباري سينمائي، باعتباري مسرحي، فأجد هذه الدهشة حقيقة دهشة تخيلية، ودهشة تفتح يعني آفاق المتلقي وآفاق من حتى من الأصدقاء العرب بدأوا يحبون ويحثوني ويقولون والله يا حميد إحنا ننتظر هذه الفيديوهات التي تكتبها أنت أو التي تبثها عن الشعر التامي. حميد عقبي، تحياتي، محبتي، باريس، تشاو. أنا كتلت من بين الغربة من نشرت في القرية يا أخي، كتلت من بين الغربة وأنا في الدخول سواد وما نجال فوق غربة وبك زاور الشاخ فوق هاي ذوها بلك من القبر تغربة وكل شاب شرع القبائل وكل مساء على محم غربة وكل يعلم بلاده وسربة وفاو عن ود مجنون ويصفر راسه دربة ويصفر مصمع بين الغرب
مبين محمد عمر به محداد يبلاد يده أنا هناك شبدع خبر به وقل لكم بين خبال والذين معهم جمع بلاده وصيبه وقل لكم لكالب قوله ومضيه صحيح راسه يدور به قل لكم الكرت حبه وتهواه وما يطرف ولا خبر به وعما اللي حبه بتولئه به قل لك لما تأبر بحبه بيئن هبه تذكر له ونقبض على بطن أهلي خشبه مؤسم بهية وأنا اللي حبه بشيبه لله والله ما هديت عيدي سواسا من مصري وهبيت رسا من قلبه ها 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 ها